الجمال، الله سبحانه وتعالى جميل وبيحب الجمال، مفيش حد فينا ما بيهتمش بجماله، مفيش حد فينا ما بيبقاش عنده مناسبة خاصة بيهتم فيها بمظهره. عندنا الفقرة اللي جاية هتبقى فقرة قوية جدا، انتظرونا بعد الفاصل. مهنة مصففي الشعر، الكوافير، الحلاق، صالون التزيين، أيا كان المسمى، مهنة قديمة جدا ومهنة هامة جدا، محدش يقدر يتصور إنه يستغنى عنها إلا لما يفتقدها. كلنا في زمن الكورونا حسينا بأهمية المهنة دي، سواء إذا كانت رجالي أو حريمي، وبدأنا فعلا نشعر إنه من غيرهم إحنا هنبقى عندنا أزمة ومشكلة كبيرة. المهنة دي بدأت من آلاف السنين على فكرة، بدأت في أوروبا في القرن الـ16، ده كان أول صالون تجميل في العالم. بسرعة جدا انتشر وبدأت الفكرة تنتشر ووصلت لنا هنا في مصر. حصل تطور في المهنة طبعا خلال الفترة دي، تبنى التطور هنا في مصر قامات ورموز من المهنة قدروا ينافسوا عالميا، وشعروا مع الوقت ان هم محتاجين يمدوا ايد العون لباقي اصحاب المهنه. ما كانش عندهم فكره عدوك ابن كارك، بالعكس كان عندهم فكره نمد الايد ونساعد وندي زي ما احنا كمان اخذنا من هذه المهنه. هذه المهنه بداوا يحصل بعض المشاكل وبدات تظهر بعض السلبيات مع العدد، لانه العدد وصل حوالي 2 مليون، ده يعني الاستطلاع الاولي. عدد المشتغلين بهذه المهنه في مصر حوالي 2 مليون، ويعني هذا الرقم قد يكون قابل للازدياد كمان. يعني بداوا يستشعروا انه لازم بقى يكون عندنا نقابه، احنا لازم ان احنا يبقى عندنا صوت، لازم يبقى نعلم ما لنا وما علينا. فظهرت هذه الفكرة، فكرة تأسيس نقابة المصففي الشعر. كان في كواليس طبعا وراء هذه الفكرة، وعايزين نعرف كمان هي هتفرق معهم في ايه وازاي الدولة المصرية تقدر تساعدهم. أسئلة كتيرة جدا في هذا الموضوع هنناقشها من خلال برنامج أوقات مع ضيوفنا اللي منورنا في الاستوديو، أستاذ محمود الدجوي رئيس شعبة الكوافير بالغرفة التجارية ومؤسس نقابة مصففي الشعر ومراكز التجميل والتزيين، أستاذ جرجس عوض المستشار القانوني المعروف، والأستاذة صفاء سليمان خبيرة التجميل. منورين جدا، منورين جدا أستاذ محمود. وإحنا بنتكلم عن مصففي الشعر، عايزة أبدأ بالفنان اللي يعني رحل عن عالمنا ولكن هو يعني موجود ببصماته، الفنان الكبير الأستاذ محمد الصغير، وعن بصمته في مجال التجميل. هو أولا حضرتك بس أحب أضيف أن كل كتب التاريخ في دول أوروبا والعالم الأوروبي والفرنسي بيؤرخ ان مهنه التجميل بدات من مصر، من عندنا، من عندنا الفراعنة. فحضرتك كل الكتب بتقول ان فراعنه مصر هم اللي بدليل ان على الجدران نلاقي قصات التسريحات الكاريه وشغل الراسته والضفاير، كانوا الملوك يعملوا الراسته بالشعر الطبيعي والخادمات الوصيفات في الوقت ده كانوا بيعملوها بالصوف. كل ادوات التجميل كانت بدات من الفراعنه. فإحنا إلى النهاردة مش قادرين نوصل لعلم التجميل اللي كان موجود أيام الفراعنة في مواد الصبغة اللي بتتركب وكانت بتدي ألوان ثابتة لغاية النهاردة مش قادرين نوصلها. فمصر أم العالم في التجميل، مفيش ولكن حضارة خدوها من غير جمال فعلا. نعم فعلا، ولكن خدوها دول فرنسا وبدأوا يطوروها لغاية ما وصلت النهاردة إن هي موجودة في الجامعات بل في الدكتوراه لعلم التجميل في أوروبا. وإحنا هنا من خلال البرنامج إن شاء الله هيكون في حلقات تانية طبعاً لتطوير مهنة التجميل في التعليم. تنورونا.
دور الاستاذ محمد بقى الصغير. نعم. اللي كلنا يعني طبعا يعني شعورنا يعني للاسف. اللي عايز اقوله حضرتك ان احنا كشعبه كوافير في الغرفه التجاريه واخدين كل الدعم من رئيس الغرفه التجاريه ورئيس اتحاد عام الغرف التجاريه المهندس ابراهيم العربي ان احنا نسعى من خلال الشعب التجاريه للتنميه المستدامه. ازاي نخلي من خلال الشعب نقدر نعمل تنميه مستدامه وتفاعل مع المجتمع في تطوير مصر والارتقاء بمستوى القطاع التجاري. صحيح. وده اللي خلانا في الغرفه التجاريه حرصنا على ان احنا نعمل حضرتك ميثاق شرف للمهنه. طب دور الاستاذ طبعا احنا هنروح لكل التفاصيل دي وعايزين نعرف الكواليس بالتفصيل. ما انا بجيبها لك اهو بالتفصيل. خلينا نبدا لانه انا عزيز عليا انا شخصيا. طبعا طبعا راحل المرحوم محمد الصغير وبصمته اكيد يعني احنا عارفينها بس اكيد حضرتك عارف اكتر تفاصيل اكتر. ده انا كنت حريص على ان فعلا يكون بدايه اللقاء ان ازاي نلقي الضوء. ده احنا ال100 سنه بتالي هنفضل يعني نفتكره. فحضرتك لما حبينا نحط ايدينا ان احنا نعمل حاجه تنميه مستدامه فلقينا اول حاجه ان احنا محتاجينها كابناء مهنه هو ان احنا ازاي نعمل ميثاق شرف طبعا في شكل لائحه طبعا لنظام لمهنه التجميل ودي اقوى حاجه تتعمل فيها انشاء نقابه. فده اللي خلاني ان انا عارف ان الوحيد اللي على ارض مصر عنده اخلاص لمهنته وبيتمنى ان تكون المهنه في الوضع اللي موجود في كل دول العالم المتقدم هو الاستاذ محمد الصغير. عرضت عليه بقى فعرضت عليه الفكره فلقيته مرحب جدا ولعلمي الخاص ان هو من اكثر من 20 سنه كان بيسعى في هذا العمل. فالعمل بالنسبه للاستاذ محمد الصغير ليس وليد اليوم. معانا فيديو رائع هنتفرج معاه دلوقتي للفقيد استاذ محمد الصغير. اتفرج عليه ونرجع تاني نشوف باقي تفاصيل وكواليس انشاء نقابه للعاملين في مهنه تصفيف الشعر والتزيين. اتمنى يعني ربنا يكرمه ونسيب ذكرى كويسه او انا بمعنى اصح اسيب ذكرى كويسه لاهل المهنه بعد العمر بقى ما يجي له وقته. لكن ان شاء الله انا بسعى وانتوا بتسعوا يعني بصراحه المجهود اللي بتعمله يا استاذ محمود والناس معاك الحقيقه مش اي حد يقدر عليه. فانا بارك لك وربنا يبارك لك يعني في كل خطوه بتعملها ويجازيك عليها خير ان شاء الله. ان شاء الله موفقين باذن الله بيكوا بنفسكوا كده هتبقى نقابه جميله ولما الناس كلها والناس هتسعد بيها ان شاء الله. صباح الخير يا استاذ محمود وحبايبي المجموعه الجميله دي. انا سعيد جدا بالمجموعه اللي موجوده رحمه الله عليه. الفكره قلنا انها بدات حضرتك اتكلمت فيها مع المرحوم محمد الصغير ولقيت استحسان من عنده. طيب كان ايه الاسباب اللي دفعت حضرتك انك يعني تفكر بعمل نقابه تحديدا يعني؟ هل كان في مشاكل مثلا او انتوا مش عارفين تعملوا حصر او علشان الدنيا تبقى مهنه يعني حافظ عليها من الدخلاء؟ ايه كانت الاسباب؟ واحد اثنين ثلاثه كده. هو اولا حضرتك احنا كنا كل هدفنا ان احنا عايزين ننشئ نقابه. فعلشان نعمل نقابه ونقف ونحط ايدينا بس ايه جعلها ملح يعني؟ اكيد في الفتره الاخيره. نعم. اسباب جعل انه لا حان الوقت بقى ان احنا ده سؤال جميل جدا حضرتك استاذ شيماء. ايوه ان كان اكتر حاجه ملحه علينا ان ظهور جانحه كورونا. فجانحه كورونا كانت بالنسبه لنا ليها سلبيات. صحيح. وبالتالي احنا لقينا نفسنا ان احنا في هذا الوقت محتاجين ان احنا نقف نحط ايدينا في ايد الدوله اثرت علينا لاجل ان احنا فعلا نقف ونساعد في الحرب الوبائيه اللي موجوده اصبحت على العالم وانتشار امراض. يعني اثرت بشكل مثلا اقتصادي على العاملين في المهنه مثلا؟ والله حضرتك قبل ما تاثر بشكل اقتصادي ممكن هنستحمله. أيوة. ولكن حضرتك لما نلاقي ان جانحه كورونا هي جانحه جايه لتدمير اقتصاد دوله. ايوه من خلال مهنة الكوافير ان احنا بنتعرض لاستخدام مستحضرات تجميل بتزود الاعراض بتاعت الكورونا. ده كلام اكيد يعني. لا حضرتك احنا معروف ان بنستخدم مستحضرات تجميل على مسؤولية حضرتك ان كانت مكياج مضروب
بتستخدم البعض على الجلد بعض بتزود اعراض الكورونا. صحيح. ان كنا بنستخدم مواد فرد فيها مواد فورمالين بتعمل تلوث للجهاز التنفسي، هي الحاجات دي بتبقى مرخصه حضرتك للاسف ان كل الحاجات دي بتبقى جايه مهربه وغير مسجله ومجهوله مصدر. طب هل لو عملنا النقابه نقدر بالظبط كده؟ ده دور النقابه يعني في حمايه الدوله طبعاً. وحمايه صحه ابنائها طبعا. ليه؟ لان حضرتك النهارده لما نيجي نبص هنلاقي امراض السرطانات طبعا وامراض الفشل الكلوي دي كلها بتيجي من المنتجات دي، محدش ما بيستخدمش، والدوله بتتكلف في العلاج فيها مليارات طبعا. فهنا النقابه على الاقل هتعمل وقايه واخد بالك من وتجريم، يعني يبقى في تجريم بالظبط. هو فهنشتغل باسلوب الوقايه خير من العلاج طبعا طبعا، وبالتالي هوفر للدوله حد ذاته ده، يعني ده لوحده ان انا ابقى عارف ايه اللي داخل وايه اللي خارج ومين اللي بيشتغل في كل كوافير بالظبط، وكل واحد يبقى عنده مسمى في النقابه. انا معلوماتي انها نقابه هتبقى مهنيه. استاذ جرجس، ايه الفرق اولا، يعني ايه نقابه؟ النقابة دي عبارة، يعني تفسيرها هو عبارة عن اتحاد للمشتغلين في مهنة أو حرفة أو صناعة واحدة. فالمشتغلين دول النقابة دي بتحمي وبتراعي مصالحهم وبتخضعهم للمساءلة، يعني مش بس النقابة بيبقى هدفها أنها تراعي مصالح العضو، لا ده بتخضعه للمساءلة لو حصل منه اي حاجه تستوجب المساءله، زي اللي بيقوله استاذ محمود دلوقتي ان حد يكون بيشتغل في مستحضرات التجميل ويجيب مستحضرات تجميل غير مطابقه للمواصفات، وبالتالي فالنقابه النهارده بيكون ليها دور في انها تشرف على المسؤوليه، سواء من ناحيه الفنيه كمواصفات وقياسات لمستحضرات التجميل، او المساءله القانونيه اللي هو يدخل المنتجات دي بطريق غير قانوني. طبعا الكلام ده بيتم بالتنسيق ما بين الدوله او الاجهزه المعنيه في الدوله وما بين النقابه نفسها، لان النقابه هنا بيبقى كيان قانوني. الكيان القانوني ده هو بيتعامل بشخصيه اعتباريه مستقله عن الاعضاء بالكامل. طب ليه مهنيه؟ يعني ايه الفرق بين العماليه والمهنيه؟ النقابه المهنيه بتخضع لقانون، يتعمل لها قانون خاص بيها. يعني النقابه تبدا من ضمن اهم شروط تاسيس النقابه المهنيه ان تعد قانون يتم طرحه للمناقشه من خلال مجلس النواب ويبتدوا يناقشوه عشان يوافقوا عليه، عكس النقابه العماليه. النقابه العماليه بتكتسب الشخصيه الاعتباريه بمجرد انها تقدم الاوراق لاتحاد العاملين او يعني دي الاصعب اللي احنا بننادي بيها بس اهم. طيب استاذ محمود، انا عايز اضيفه حضرتك بالنسبه للنقابه المهنيه للتجميل، افتكر بقى الفرق. حضرتك هي نقابه دي اللي تهمنا جدا ان احنا نعمل نقابه تنظم مهنه طبعا قبل ما تادي خدمات. انا متخيله العدد كمان، يعني هل 2 مليون ده عدد مظبوط ولا حضرتك احنا 3 مليون و300 الف الاحصائيه المبدئيه اللي موجوده لابناء المهنه. فحضرتك النقابه المهنيه دي بتنظم مهنة، فهتخلينا نقدر نحط القواعد اللي تحكم المهنة ونعمل حصر مثلا، يعني عن طريق النقابة نعمل حصر لكل المشتغلين، كل محل بقى فيه مين فيه بالزبط. كل حد مشتغل حتى اللي بيشتغلوا في البيوت اعتقد بالظبط، لانه برضو في ناس بتدخل بيوت مش معروفة لانها هتبقى نقابة الزامية، فكل اللي شغالين في المهنة هيخضعوا للنقابة. فهنا هتقدر فعلا هتحكم المهنة وهتحط القواعد والضوابط. بمعنى مفيش منتج هيبقى غير امن والنقابه هتسمح بيه. ايوه مفيش كوافير هيشتغل واخد بال حضرتك الا اذا كان ابن مهنه. مفيش دخلاء على مهنه، لان حضرتك احنا شايفين ان الاعلام في الفتره اللي فاتت كلها اساء لمهنه التجميل. بالعكس دي يعني مهمه جدا. بالعكس حضرتك الافلام للاسف اساءت لنا بشكل كبير جدا في ان في ودي حقيقه بعض الافراد بيسيئوا للمهنه في اعمال منافيه للاداب باسم مستحضرات مراكز تجميل. طب مش وجود نقابه هيخلينا نقدر نعمل ردع طبعا طبعا وهيمنع بالظبط ان مفيش حد هيزاول مهنه الا اذا كان ابن مهنه، وهنعرف اللي عمل الخطا ده ابن نقابه يبقى فيه مسؤوليه وثواب وعقاب، او مش ابن نقابه يبقى هيجرم. اعتقد اصبح احنا بنحافظ على مهنتنا بوجود نقابه من الدخله. واخد بال حضرتك؟ كويس قوي. فده مش هيعمله غير النقابه المهنيه، ان هي هتحكم مهنه وهتحط لها الضوابط وهتخلي كمان الدوله هتتساعد في ان فعلا نمنع المستحضرات التجميل اللي طبعًا بتيجي طبعًا متهربه طبعًا، وبالتالي بنوفر مليارات
هتخش للدولة من جمارك وضرائب بشكل شرعي. صحيح. كل دي فلوس بتروح صحيح. على الدولة. صحيح. هنوفر صحيح. للدولة صحيح. فلوس بتتصرف بالمليارات على صحيح. العلاج. صحيح. ليه؟ صحيح. لأن مفيش ثقافة. طب استقبلوا ازاي؟ حتى ممكن نتكلم مع الأستاذة صفاء خبيرة التجميل، انتوا بقى كعاملين في المهنة استقبلتوا الخبر ده ازاي لما يعني توجه بقى بدأت تتوسع النداءات ووصل لكم انه هيتعمل نقابة، حسيتوا انه ده يعني بأهمية الموضوع؟ أكيد طبعًا أستاذ محمود لما عرض عليا الموضوع ده أنا كنت مبسوطة جدًا. انتوا هتعملوا نقابات فرعية يعني مثلًا في كل محافظة؟ هو المطلوب كام محافظة؟ حضرتك القانون بيطلب مننا 15 محافظة، ولكن بفضل الله احنا غطينا دلوقتي 15 محافظة وفاضل 5 بحيث ان احنا نملي 20 محافظة هيشتغلوا ويعملوا نقابات فرعية، وبنعمل فيهم مجموعة مؤسسين هم بيتولوا ان كل 7 مؤسسين هيغطوا المحافظه يعني بالكامل. استاذه صفاء تعتبري مثلا تعتبري انت في محافظتك من المؤسسين وتبقي ماسكه النقابه في محافظتك كويس قوي كويس قوي. وبعدين ده يعني كمان يعني المجلس القومي للمراه هيرحب بالفكره لما يبقى في يعني سيدات زي كده يعني بيشرفوا المراه. احكي لنا بقى انت دورك بتعمليه ازاي، يعني انت وصلتي مع الناس في محافظتك ازاي؟ أنا عملت منشور ونزلته في على صفحتي وعلى الجروبات كلها في مصر وفي كل المراكز اللي تبع المحافظة بتاعتي. وللأسف اللي تبع المحافظة بتاعتي يعني مرحب مش كلهم رحبوا، في بنات عايزين توعية متفتحة ورحبوا جدا وجم وعملوا الاستمارات، وفي ناس بنعاني معاها فعلا وعشان اوفر عايزة توعية. انا بروح لهم لغايه عندهم بالاستمارات واقول لهم عشان نوفر الوقت واللي هيجي انا ممكن اديله كمان الاجره بتاعت التاكسي بتاعه مفيش مشكله. بس لما نزلت في الجروبات في القاهره لقيت كل المحافظات بلا استثناء يعني بيتهافتوا كلهم عايزين يعملوا الاستمارات دي. كويس قوي. فاستاذ محمود يعلم احنا هنرجع بقى مرجوعنا استاذ محمود. خلاص احنا كلمنا حضرتك يعني الفكره حسيت ان هي خلاص ده وقتها، وخصوصا تحت الضغط في كورونا وتحت يعني مشاكل كتير بدات تظهر. وتوجهت حضرتك الاستاذ محمد الصغير وعملت اجتماع للمؤسسين في الغرفه التجاريه. نشوف جزء من الاجتماع ده مع الساده المشاهدين. قبل ما اشوفها حضرتك عايز اضيف ان لولا كان وجود الاستاذ محمد الصغير في هذا الاجتماع ما كان اجتمع قامات رموز المهنه في مصر في هذا الاجتماع، على اساس ان القدوه المقامه هو والاستاذ محمود لبيب ان هم كانوا بيشجعوا انشاء هذه النقابه. ده مثل بجد لان ده كان فعلا أيوة. حلم لينا أيوة. كلنا أيوة. ان احنا نعمل نقابه أيوة. فهم علشان بيسافروا وشافوا كل دول العالم المتقدم ماشي بره ازاي، فعايزين يخلوا هذا النموذج في على ارض مصر. وده اللي خلى كل ابناء المهنه بفضل حضور الاستاذ محمد الصغير ان هم يحضروا هذا الاجتماع. كان المؤسسين وكانت بقى بدايه أيضا. ان المؤسسين كلهم تكلفوا ان هم يتعهدوا بالتكلفه الماليه ويتفرج مع بعض على أي أحد جانب من هذا عشان ايه ما نلخبطش الساده المشاهدين. يبقى الاستاذ محمود تواصل مع الاستاذ محمد الصغير اللي رحب بالفكره وعملوا اجتماع موسع مع شيوخ المهنه زي ما بيقولوا، والاجتماع ده كان في الغرفه التجاريه. نشوف جزء منه ونرجع نشوف تسلسل الاحداث وما كان خلف الكواليس معانا. دايما في شرط بين اجزخانه وجزخانه 200 متر متهيألي او في عدد يعني ما حدش يقدر يقطع جزخانه جنب حد مثلا. فاحنا بصرف النظر عن كده هي مش المقصود ده، هي المقصود يعني طبعا ده برضه قانون بيخدم طبعا يعني اهل المهنه وبيخدم وبيحافظ على مستوى الاداء ككل يعني. لكن هي الفكره في المهنه لما تبقى ليها نقابه بيبقى ليها قوانين، القوانين دي هتفيدنا كلنا يعني هتفيدنا وهيبقى لنا شكل قانوني مش اي حد يقدر يخش في المهنه خلاص يعني في اشتراطات في زي مثلا يعني مثلا زي السواقين مثلا. السواق ده عشان يخش لازم ياخد موافقه النقابه عشان يقدر سواق اللي هو درجه ثالثه اللي هو سواق لولي او سواق تاكسي او كده لازم يعني بجيب اقل حاجه في المهنة لازم ياخد موافقة النقابة عشان يقدر يروح يطلع رخصة. فعشان واحد يطلع رخصة محل لازم ياخد موافقة النقابة. فالنقابة ليها اشتراطات عشان يفتح محل. الاشتراطات دي هتلغي من المهنة مش ضدها.
يعني مثلا واحد ما يقولش ايه يا عم انا اخش النقابه عشان فيها واعمل النقابه عشان انا لما اجي اعمل مشروع يقف في سكتي، لا بالعكس هتقدمك على المستقبل البعيد. الحاجه المهمه جدا ان احنا حقيقه مش بقول كده رياء، ان احنا كلنا عندنا الشغف ان احنا عايزين نعمل جوه الموضوع، والحقيقه الدوله في الفتره دي بتساعد جدا، يعني الحقيقه الدوله في الوقت ده بتعمل حاجات كتير. مين حضر الاجتماع ده يا دكتور محمود؟ وطبعا حضر الاجتماع ده قامات مهنة التجميل على رأسهم الأستاذ أحمد وعبده والأستاذ محمد فرنس والأستاذ أحمد لطفي والأستاذ نبيل وكل المؤسسين الكبار على مستوى مصر. وفعلا كان من ضمن الاجتماع ومن ضمن المؤسسين وأول من ساهموا هي المرأة، ان كان معانا الاستاذه لبنى مصطفى والاستاذه رشا. اول تحيه، انا بوجه تحيه لاي امراه تحس ان دورها حقيقي كبير وتحاول تغير في المجتمع وتحاول تبقى جنبا الى جنب ويبقى لها كلمه. كل التحيه. اول من سند المشاركه كمان اللي دعا ليها الاستاذ محمد الصغير، قال احنا عايزين نعمل نقابه بسواعد ابناء المهنه، وانا قلت لهم المهنه الحمد لله اديتنا حلم. كلنا هو بيتكلم، حاساكوا قاعدين في المنصه بتحلموا حلم فعلا، يعني شيوخ المهنه ان هم نعم يساعدوا كل العاملين في المهنه ويعني يعملوا نعم تنسيق. وده اللي كان جميل فعلا، ان كان يوم وفاء. ايوه الاجتماع ده كان يوم وفاء بالظبط، ان انا قلت لهم ان المهنه ادت الجميع بالظبط وخلت الجميع عمل اسم من خلال مهنته. فجي اليوم النهارده يوم العطاء ان انتوا تدوا للمهنه. وده يا استاذه شيماء، اولا انا بشكر اسره البرنامج اوقات واشكر الاستاذه شيماء على وقت خاص ان هي اتاحت لي ان نقول ان فعلا مهنه نقابه التجميل اتفعلت بسواعد ابنائها الشرفاء اللي حضروا وتكلفوا ان هم لما لقوا الاستاذ محمد الصغير القامه للعطاء كلهم اعطوا، قالوا مش هنخلي كوافير في اي محافظه يتكفل جنيه واحد ولا حق استماره. وده يعني دي ده اللي خرجتوا بيه من الاجتماع، يعني لو قلنا نتائج الاجتماع ان كافه التكاليف الاداريه والقانونيه على تكلفه بعض الحضور اللي اعلنوا المؤسسين اللي اتكلمنا عليهم دلوقتي. أيوه ودول تكلفوا ان هم فعلا هم اللي هيقوموا كافه التكاليف، بحيث ان احنا ما نجيش على اي كوافير صغير نقول له ادفع جنيه حق استماره بتملاها. يعني انتوا في النقابه هدفكم الاساسي يعني الكوافيرات الصغيره. انا حاسه ان انتوا بتمدوا ايديكم لابناء المهنه اللي بيشتغلوا بايديهم. نعم. يعني لازم يكون عندهم تامين، انه يعني لازم يكونوا حاسين بالامان. دي حضرتك هتكلم فيها الاستاذ جرجس. كان هدف استاذ محمد الصغير. انا عندي مفاجاه. استاذ محمد الصغير، استاذ مصطفى ابنه، استاذ مصطفى الصغير، يا اهلا اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. البقاء لله يا فندم. ويعني هقول ايه اللي خلف ما ماتش حضرتك، ربنا يخليك، ربنا يرحمه ويحسن اليه. واضح انه كان عنده حلم وان هو كان بيحلم مع يعني بعض المؤسسين وشيوخ المهنه ان هم ما يخلوش حد في المهنه محتاج، ما يخلوش حد في المهنه مش قادر يصرف على بيته، ما يخلوش حد في المهنه مش مقيد او بيشتغل بشكل مش قانوني. حضرتك يا استاذ مصطفى، يعني اسره الصغير عندهم فكره عن اولا حلم الوالد؟ طبعا هو انا شغال معاه بقالي فتره طبعا طويله، وهو كان دايما في وقت موضوع النقابه ده من زمان جدا، هو كان عاوز يعمل نقابه زي بره وزي في انجلترا وفرنسا، نقابه تجيب المهنه، ان هو طبعا الله يرحمه كان عاشق للمهنه بطريقه فظيعه يعني. طبعا وهو في اخر طبعا فتره تقابل مع كل زملائه والناس القديمة والناس اللي هو بيحبها وبيحترمها جدا، وقرر ان هم يهتموا جدا بالنقابة ويعني ويحطها في وضعها وضع يعني سليم، لان هو يعني شايف ان المهنة دي من يعني
مهنه عالميه بالنسبه له يعني. طبعا ما شاء الله فروع كتير وبصمه في عالم التجميل استاذ محمد الصغير وقدوه للجميع. هل اسره الصغير يعني وعد كده قدام الجمهور يعني هيستكملوا خطاه ويسيروا على نهجه في مد ايديهم لصغار العاملين في هذه المهنه؟ طبعا انا اليوم في العزاء للاسف قابلت طبعا الناس والاساتذه العظام اللي كانوا في الموضوع معاه في النقابه، وانا من خلال برنامج حضرتك بقول ما بنكمل المسيره وهم كويس قوي قوي شخصيا فانا واتقابلنا كذا مره في المكتب وفي الشركه عندنا، فانا اذا الدور التكافلي اللي افتمناها مؤسسه محمد الصغير سيستمر ويعني على يد ابنائه. انا عايزه حضرتك توجه رساله كده لكل ابناء المهنه اللي هم يعني ملايين بيتفرجوا على حضرتك دلوقتي، يعني توجه لهم رسالة طمأنة ورسالة تكافل ورسالة استكمال ودعم ويعني من القامة أستاذ مصطفى الصغير. أيوه أنا لا من خلال برنامج حضرتك طبعا لكل الناس عايزين نكمل مسيرة الوالد جدا إن احنا نعمل نقابة تحت يعني المهنة اللي كلنا اتربينا فيها، ووالدي يعني أصلا حياته كلها 60 سنة أو أكتر بيحفر فيها، فزي ما هو يعني كان مؤسس ورائد لفكر يعني الحاجات كتيره جدا في المهنه دي، فانا بقول حتى احنا كمؤسسه محمد الصغير هنكمل مشواره وندعم النقابه. خبر صار جدا يا فندم والله. وانا قبل بس ما يخلص المداخله استاذ محمود عايز يكلم حضرتك اتفضل. انا بشكرك طبعا، واحنا اتقابلنا ومع بابا في المكتب. ايوه ربنا يعزك يا استاذ مصطفى، وانا بوعدك ان احنا جيل الاستاذ محمد وابنائه، وان شاء الله اعهدك ان اول ما النقابه هتتفعل ان القاعه الرئيسيه هتكون قاعه الاستاذ محمد الصغير، لانه هو الداعم الاول والاساسي في انشاء هذه النقابه. انا طبعا اتقابلنا وده شرف ليا يعني، ف ربنا يعزك يعني والله. فانا مع حضرتك حق، شوف انا تحت امرك وتحت امر النقابه عشان نخلد اسم الوالد يعني. أنا سعيد جدا بهذا الشعور يا فندم. واكيد الاستاذ يعني محمد الصغير اكيد يعني هيربي مين ما هيربي، اكيد ناس يعني زي حضرتك، وبنشكرك ويعني لا ده انا بشكرك يا استاذه شيماء بصراحه، لان رد الاستاذ مصطفى هو رد كافي على المشككين. أيوة. اللي شغالين علينا دلوقتي. أيوة. ان عائله الاستاذ محمد الصغير ضد اهداف النقابه. معانا سياده المستشار جرجس، اظن حضرتك يعني اعمال كل استاذ محمد الصغير حضرتك يعني حضرتك. أيوة. انا اللي انا عايز اقوله برضو لحضرتك ان كان من ضمن اهداف استاذ محمد الصغير الكبيره، لان هو باعتبار ان هو من استاذ مصطفى مع حضرتك بقى حضرتك وجه له الشكر. استاذ مصطفى لسه معانا؟ اهلا بيك. استاذ جرجس عوض مع حضرتك سياده المستشار. استاذ جرجس عوض مع حضرتك. ازيك يا استاذ مصطفى؟ هو حاضر في تفويض من اسره الصغير. انا عندي معلومه لسياده المستشار في حين النقابه اللي بيحلموا بيه كتير. امبارح بالليل كنا بنتكلم، بيقول لي في تفويض كمان امبارح بالليل من استاذ مصطفى شخصيا يعني. يعني احنا بنكرر عزائنا، ويعني انا شخصيا انا ماليش في نقابه او غير نقابه، لكن انا اللي عاجبني فكره التكافل وفكره انه الدنيا لما بتعطي يعني الناس بتمد ايديها، دي اللي انا معجبه بيها جدا، وان شاء الله تتوفقوا في مطالبكم. بنشكر حضرتك جدا. وانا تحت امركم يا فندم، تحت امر حضرتك. بنجدد التعازي وبنشكر حضرتك استاذ مصطفى الصغير نجل الفنان استاذ محمد الصغير عميد مهنه التجميل في مصر. مشتاق جدا نخرج فاصل ونوصل ونرجع لكم تاني. أستاذة صفاء، دلوقتي بقى قولي لي كعاملة في المهنة وصاحبة صالون، قولي لي أنتوا منتظرين إيه من النقابة؟ يعني أنت مجالك الحلم واضح أن أنت حلمتيه معاهم،
حاسة انه ممكن النقابة تضيف ايه ليكي ولغيرك؟ اكيد عندك برضو يعني ناس بتعمل تحت ايديكي في السنتر معاكي، صديقات يعني مستنيين ايه من النقابة؟ الهدف ان احنا نعمل حاجة للناس اللي هي التعبانة الشقيانة، مستنيين مثلا معاشات دعم. في ناس كتير يعني انا في الفترة ديت في ناس كتير كلمتني، في ناس كوفرات كتير قفلت، وفي صناعيه كتير سابوا المحلات لان مفيش حد قادر يديهم فلوس بعد جائحه كورونا دي، بيوت كتير ناس اتخربت. طب فكره ان انا اسمي يبقى مدون المهنه يعني مصفف شعر او في البطاقه، هل تاني ده كان بالنسبه لكم احد المطالب جداً. مش كده؟ كان صعب جدا. طب بيسهل مثلا لو انا عايزه اشتغل في الخارج، لو السوق هنا مثلا احنا دلوقتي السوق العربي يبقى مفتوح على بعضه، وسيادة الرئيس بيدعم ان احنا يعني ممكن نجد فرص عمل مش في مصر، في الامارات، في السعودية، وجود انه يبقى طالع من مصر معروف في بطاقته ان هو بيعمل وان هو معاه ترخيص من النقابة. بالضبط، النقابة ده دور من الادوار اللي ان شاء الله النقابة بيهمكوا يعني حاسة ان هو معتمدة، ولو وتبقى في حاجات كمان يعني معتمدة من القنصلية، يعني في شباب بتسافر بتتبهدل هناك، في بنات بتسافر بتتبهدل في الدول العربية والأوروبية. فطبعا لما يبقى مكتوب في البطاقة ان هي كوافيرة او مصففة او اي حاجة ايا كانت، ده هيسهل كتير جدا وهيبقى بسهولة طالما هي معاها الكارنيه بتاع النقابة او معاها شهادة مزاولة مهنة، فده هيبقى هتفرق بسهولة ان شاء الله. طب ايه المعوقات يعني ايه اللي معطل الموضوع حتى يعني ايام الله يرحمه الاستاذ محمد الصغير؟ ايه ما فيش عطلة ولا حاجة، ولكن كل ما في الامر احنا كل هدفنا ان احنا عايزين نعمل نقابه مهنيه مش نقابه عمليه. النقابه العمليه هي بتخدم العاملين في المهنه فقط العمال، ولكن احنا عايزين نقابه تنظم مهنه قبل ما نأدي خدمات. ليه؟ لان حضرتك احنا كاصحاب محلات وعمال احنا مهنه ليها مخاطرها الصحيه طبعا. اكتر مهنه بنقف بيجي لنا دوالي، اكتر مهنه بنقف بننحني بيجي لنا انحناء في العمود الفقري، اكتر مهنه بنستنشق ادخنه فيها 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 صحيح. فيها فورمالين وفيها ادخنه بيجي لنا فشل كلوي وبيجي لنا التهاب في الجهاز التنفسي. فاصبح النهارده الكوافير ده لما بيتعب صحيح بيروح فين؟ مفيش جهه بترعاه صحيا. صحيح. الكوافير لما بيتوفى ان ما كانش مؤمن، وده عدم ثقافه الكوافير لان ما عندناش تعليم. انتوا هتعملوا بقى المفروض في النقابه توعيه لا مش توعيه ده احنا اهم حاجه هننشئ معهد للتعليم لتثقيف الكوافير. دي اول هدف بنسعى ليه، لان يا استاذه شيماء من خلال برنامجك انا بعلن ان قعدنا قبل كده مع الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربيه والتعليم، وعرضنا عليه ان احنا حريصين على ان احنا ندخل مهنه التجميل في التعليم. كان هدفه نثقف الكوافير ازاي يحافظ على صحته. احنا معانا نثقف الكوافير ازاي يحافظ على صحته. طبعا طبعا، لا ده نقطه مهمه وعايزين نرجع لها، بس هناخد مكالمه من الاستاذ محمد وعبده، استاذ احمد وعبده احد مؤسسي نقابه مصففي الشعر ومراكز التزيين. اهلا بحضرتك استاذ احمد. اهلا بيك، انا اسفه. اهلا بحضرتك. اهلا جدا ان حضرتك رحبتي بالفكره، وطبعا استاذ محمود وسياده المستشار اكتر من هم يشرحوا النقابه. حضرتك كمؤسس يعني انتوا كمؤسس ناويين تكملوا؟ يعني انا عايزه اطمن بس الملايين اللي بتتفرج، ناويين تكملوا في التحمل التكاليف الاداريه والاجراءات الاداريه والتكاليف الماديه؟ اكيد طبعا 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 طبعا. دي عمل احنا بنعتبره حاجه يعني يعني ابسط شيء ان احنا نقدمه للمهنه الجميله اللي هي شعور جميل قوي عجبني بجد. انا كميه طاقه ايجابيه جايلي من الحلقه، احساسي ان انتوا يعني انا تاني بعيد كنا نسمع ان عدوك ابنكارك، لا بجد انتوا غيرتوا القاعده دي، وبقى فعلا بنحط نموذج انه يعني كبير يمد ايده للصغير. طب انتوا كمؤسسين الاجراءات المفروض على ما انا فاهمه الاداريه الاستاذ محمود قائم بيها، والقانونيه الاستاذ المستشار جرجس عوض. انتوا بقى يعني دوركوا ايه في الموضوع؟ بتحاولوا مثلا يعني تجمعوا مثلا الكوافيرات، توزعوا استمارات؟ اي فندم، احنا بنجمع طبعا اصوات، لان انت عارفه دي حاجه طبعا ما خش خالص الطريقه القانونيه
المستشار جرجس هيشرحها اكتر مني. أيوة. لان لازم تجمع 20,000 صوت ولازم. أيوة. عشان تخش دي بتخش مجلس الشعب وبعدين رئاسه الوزراء بس. أيوة. ان شاء الله ان شاء الله احنا في السياسه بتاعت الدوله هي حابه تعمل كل حاجه للشباب وكل حاجه منظمه. الدوله دلوقتي بقت كل حاجه منظمه، ما عادش فيه الدنيا بيبقى لازم كل مكان معروف فيه مين اللي فيه وبيشتغل ايه. لا وفرصه حلوه، فرصه حلوه ان احنا نستغل السياسه بتاعت الرايز الجيده والوزراء يعني شيء جيد ان احنا هنتحط في الوقت ده. أيوة. ان شاء الله هيوافقوا في الوقت ده ان شاء الله، لان هو ده عمل احنا عندنا منظور يعني جديد وتنميه مستدامه، وعندنا رئيس يعني بيرحب بالشباب وبيدعم الشباب كل الشباب. ايوه طبعا طبعا طبعا، وبعدين دي فرص عمل يعني المفروض فعلا انه حتى لو هتتاح له فرصه عمل في الخارج او في الداخل ده يعني حاجه رائعه. انا عرفت ان انتم متكفلين كمؤسسين بتوزيع الاستمارات مجاني، ومتكفلين انتوا بالتكاليف علشان برضو ايه نقول الخبر ده لل اي مصاريف حي 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 يعني مهما كان وصلت لايه احنا متكفلين بيها. احنا بس يعني عاوزين الناس اللي هي بتعادينا دي او الناس اللي بتحارب هذه النقابة دي لازم يفهموا ان هم كل واحد بيقف على في صالون هو مستفيد من النقابة دي، حتى يعني من العامل الصغير صاحب ان شاء الله مؤسسة كبيرة هو مستفيد ان العمل دوت يتعامل، عشان على القليل احنا مش احسن يعني بره مش افضل مننا يعني. لا طبعا بالعكس، انت ما تقدرش بره تقدر تمسك مقص او تمسك ببليس او تقف على كرسي انا بكون معك شهادة. صحيح صحيح. فاحنا مش اقل من الناس دي خالص يعني، بالعكس يعني احنا اشطر كتير كمان من اي حته في العالم. انا ارجع تاني برضو انا يعني عن نفسي اشكر اي حاجه فيها لمسه وفاء، اي حاجه فيها دعم، اي حاجه فيها تعاون. تمنياتي انه يعني لو النقابه زي ما بتطرح كده ان شاء الله ربنا يسدد خطاكم، وانتم بتوجهوا رساله رائعه لكل المهن. كل الشكر لحضرتك أستاذ أحمد عبدو من مؤسسي هذه النقابة، كل الشكر لحضرتك، متشكرة جدا. أستاذ جرجس دلوقتي بقى إيه المطلوب من الحكومة تفعيله؟ يعني الإجراءات بقى القانونية حضرتك إيه المعوقات أو إيه الخطوات على الأقل؟ هو أولا ما فيش معوقات، لكن إحنا لما بدأنا في الموضوع أنت بدأتوا إمتى يا فندم؟ بدأنا من تاريخ تقريبا الفكرة كانت مطروحة من زمان، لكن اول اجراءات العمليه التجارية كان ده كان اول اجراء عملي قوي وجاب رد فعل، وده كان اول اجراء نشتغل عليه. أيوة. بحيث ان من تاريخ الاجتماع في الغرفه التجاريه. أيوة. تقريبا يمكن لغايه امبارح كان استاذ محمود مش سايب محافظه على مستوى الجمهوريه الا وراح وزار وعمل اجتماعات يعني وعطى استمارات لناس ماضيه 15 محافظه 15 محافظه. استاذ محمود بصراحه يعني كويس قوي كويس قوي كويس قوي. يبقى احنا دلوقتي اتقابلنا، خلينا بقى نفهم الساده المشاهدين كده، احنا الاستاذ محمود اوجد حاجه ملحه لهذه النقابه وتحدث مع الاستاذ محمد الصغير وعملوا اجتماع في الغرفه التجاريه ومعه المؤسسين وشيوخ المهنه، وبدأوا في التنفيذ وأخذوا خطوات في 15 محافظة. إيه بقى المطلوب تاني بعد كده؟ حضرتك هو المطلوب إن إحنا بنجمع 20,000 عضوية، فلقينا إن إحنا عندنا 15-17 محافظة، هنخلي كل محافظة تجمع 1500 بحيث نجمع أكتر من 20,000، بحيث إن دول طالعين بيقولوا إحنا بنمثل الجمعية التأسيسية للنقابة اللي الدولة بتطلبها في القانون، وبيعملوا طلب إنشاء النقابة. وبعد ما بنجمع ال 20,000 عضوية كده أنا هنا بنبقى كملف إداري بالنسبة لنا، بنقعد بعد كده وحددنا اجتماع في الغرفة التجارية هيكون يوم الاثنين اللي بعد الجاي مع المؤسسين لهذه المحافظات كلها. ووعدنا كمان الأستاذ مصطفى الصغير وأسرة الصغير اللي مقدم لهم الشكر، هنجمعهم لأجل نحط بقى حضرتك لائحة النظام الأساسي لهذه النقابة. إيه اللي أنتم بتطلبوه؟ إيه اللي أنتم بتتمنوه من النقابة؟ صحيح. فهنحط اللائحة مع الأستاذ إيه المطلوب بقى يعني أنا لو عايز أشترك في النقابة؟ هو أنا عايز أقول لحضرتك بس في الأول نقطة قبل ما ننساها. الأستاذ محمد الصغير الله يرحمه هو من ضمن أكبر 10 خبراء تجميل في العالم. يعني مصر لما يكون فيها واحد من ضمن العشرة
على مستوى العالم، فيعني ده حاجة طبعاً حاجة مشرفة جدا فخر لمصر. فخر يبقى عنده كمان العطاء بالظبط، لأن هو لف في العالم وشاف المهنة دي على مستوى العالم في كل دول العالم. وكان كل هدفه والهدف ده احنا حريصين ان احنا نحطه في اللائحة والنظام الأساسي للنقابة، ان هو ما يطلعش حد يشتغل المهنة او يمتهن الحرفة بلا أصول فنية. واظن ده حلمكم، يعني اظن انه حلمكم كعاملين في المهنة. طب ايه الحلم الكبير؟ يعني انا دلوقتي خلاص تمكنوا الأساتذة دول يعني كل واحد في مجاله والنقابة خلاص هتتعمل، بتحلمي بقى شايفة النقابة دي ممكن تعمل لك ايه؟ يبقى في قانون لكل اللي شغالين في مجال لا خلينا بالترتيب، يعني انت هتبقي ماسكة بطاقة مكتوب فيها شغلتك تمام، خلاص هيبقى عندك معاش، هيبقى في خدمات اجتماعية وترفيهية، في تأمين صحي في نادي اجتماعي يتعمل هيتعمل للاعضاء، لكل الاعضاء اللي هم داخلين بالمجاني اصلا. كويس قوي. والنادي ده هيبقى اكيد فيه قاعه فيها الافراح لمهرجانات لايفنتات لاي حاجه اي حاجه خاصه للاعضاء. هيبقى في شقق برضو سكنيه للشباب. كويس قوي. هيبقى في مصايف فيلل في مصايف باسعار مخفضه للناس اللي بتتمنى انها تروح تصيف، هيبقى في مساعدات كتير. طب هي خدت واي حد عايز عنده عجز مثلا حصل له عجز كلي او جزئي في الشغلانه دي بيبقى في مساعدات، يعني لازم النقابه تقف جنبه وترتيب الناس كمان. حضرتك ان عندنا ألفات من أبناء مهنة لسه صغار بيتعلموا المهنة، النقابة هتخلق كيان يقوم بتدريبهم ويوفر لهم فرص عمل ويوفر لهم كمان كروت صغيرة لإتاحة عمل مشروعات صغيرة. عشان كده أنا كنت عايزة أسأل حضرتك عن خطة النقابة في ظل خطة التنمية المستدامة اللي الدولة كلها بتحرص عليها. خطتكم هتبقى إيه وتحبوا توجهوا النداء لمين؟ أنا عارفة أنه يعني أنتم بتسعوا أن أنتم إن شاء الله الدنيا، بس أنا يعني عايزة حضرتك والأستاذ جرجس يعني تناشدوا كده السادة المسؤولين بتيسير إن شاء الله الإجراءات طبعا لتنفيذ هذه الخطة الحالمة لدعم الشباب، لدعم العاملين، لدعم السيدات. تفضل حضرتك. هو أولا زي ما بقول لحضرتك إحنا بنخاطب بأن إحنا علشان نعمل تنمية مستدامة مع الدولة ونساند في اتجاهات سيادة الرئيس الجمهورية، لأن إحنا حلمنا كلنا إن إحنا نرتقي بلد، فعشان نرتقي بلدنا لازم نعمل نقابة مهنية مش عمالية، لأن عندنا الهدف مش خدمة لأبناء مهنة وعاملين فيها، لا الهدف في إن إحنا نساند الدولة في توفير ملايين بتتصرف على علاج، فنشتغل بمبدأ الوقاية خير من العلاج، وده مش هيجي إلا من ضوابط في نقابة مهنية. هنساند الدولة في المنتجات اللي بتيجي وبتتهرب وبتضيع مليارات على الدولة، فالنقابة المهنية هتحط الضوابط إن المنتجات دي مهربة، وبالتالي هنحكم وهنقفل باب التهريب. المهنة بيبقى على أساس إيه؟ عشان برضو السادة المشاهدين احنا دلوقتي يا جماعة الاستمارات موجودة في النقابات الفرعية وأكيد هم هيتواصلوا معاكم. إيه المطلوب عشان أبقى عضو في النقابة؟ سريعا كده. كل اللي مطلوب في النقابة ان انت تكون من ابناء المهنة، بيقدم مثلا شهادة ميلاد وبيقدم بطاقته. لا لا خالص نهائي، انت بتكون شغال في المهنة وبتقر باقرار موجود من ضمن الاوراق ان انت عامل في المهنة. طب هستاذن حضرتك هنطلع فاصل ونرجع نكمل. فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم مرة تانية وبنتكلم عن موضوع مهم جدا لأصحاب فئة المحلات التزيين ومصففي الشعر. هنسأل دلوقتي معانا سيادة المستشار، لو أنا دلوقتي حد عايز يعمل كارنية عضوية هيملى الاستمارة وسريعا بقى بعد كده إيه الإجراءات؟ شروط العضوية بتبقى في شروط عامة لكل النقابات، أنه يكون مصري وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو معفى أو مؤجل منها، أنه ما يكونش صدر عليه أحكام مخلة بالشرف، ودي حاجات بيتطلبها القانون العام، وفي شروط خاصه. طب ما ده كويس قوي في الصالح العام. كويس قوي طبعا. والشروط الخاصه ان هو يكون من ابناء المهنه او ان هو يجتاز الاختبارات اللي هتعملها النقابه من خلال برامج التدريب اللي هتعملها كويس قوي عشان تقدر تنسبه للنقابه.
بجد هيعلي المستوى يعني بجد، يبقى فعلا الفنان المصري انا بشوف ان انتوا فنانين حقيقي. اه هيبقى مدعوم ان شاء الله. اتمنى اتمنى فعلا ان الحلم ده يعني يرى النور. بناشد انا يعني وكل زملائي في القناه مش بس في البرنامج، خدمه ابناء هذه المهنه من الشباب ومن السيدات ومن الكبار، يعني اي معوقات، اي تذليل، اي صعوبات، الحماس مش طبيعي بين ابناء هذه المهنه، والحماس مش طبيعي يعني ما بين شيوخ هذه المهنه ونفسهم فعلا يساعدوا. وطبعا يعني على راسهم المرحوم محمد الصغير اللي هنشوف له دلوقتي فيديو مؤثر جدا. طيب الله ثراه، هذا الفيديو رسالة من أستاذ محمد الصغير لكل أبنائه من أبناء مهنة مصففي الشعر والتجميل في مصر. تفضلوا معنا. مساء الخير أصدقائي وأحبابي ولاد مهنتي مهنة الكوافير في مصر. أنا الحقيقة ببعت الرسالة دي وأتمنى أنها توصل لكم بوجهة نظرنا كمجموعة متكاملة من أهل المهنة. طبعا النهارده احنا في نهضه في مجتمعنا ككل، طبعا تحت قياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نهضه وفي تطور في الحياه وكل حاجه. فاحنا اهل مهنه الكوافير في مصر اقل ما فيها ان احنا يكون لينا دور في هذا الموضوع. الدور ده ان طبعا ان يكون لينا نقابه ولينا وضع اجتماعي مهيئ بشكل قانوني وشكل يعني يليق بهذه المهنه. مهنه الكوافير محتاجها كل واحد في هذه الدوله، من اكبر واحد لاصغر واحد بيحتاج مهنه الكوافير، سواء في الحلاق الرجالي او في الكوافير الحريمي. فالحقيقه احنا لازم يكون لنا دور ايجابي. احنا مش اقل من مهن كتيره موجوده في مصر، كل المهن موجوده في مصر ليها نقابات. للأسف الشديد مهنة الكوافير ملهاش نقابة ومتأخرين قوي على الموضوع ده، برغم ان طبعا عندنا كل ما يؤهلنا ان احنا نعمل نقابة للكوافير في مصر. رسالة قوية جدا ومؤثرة من الأستاذ الحاضر الغائب محمد الصغير. احنا هنا سعيدنا جدا كأستاذ برنامج ان احنا ممكن يكون لنا دور في توصيل رأي هذه الفئة المهمة جدا. انا مصممة ان هي مهمة جدا، فئة المصففي الشعر ومحلات التزيين. سعيدنا جدا بهذا اللقاء، ونتمنى ان احنا نسمع قريبا عن تحقيق حلمكم وان انتم يعني خرجت هذه النقابة للنور. إن حضرتك فعلا في ظل وجود الأستاذ محمد الصغير والنهاردة أصبحت أسرته متضامنة معنا، وفي ظل وجود الأستاذ الكبير العظيم محمود لبيب في موجود على أرض مصر وعلى قيد الحياة، بالقامة دول إن شاء الله هنقدر نحقق كل ما نتمناه. ونوعة شباب المهنة إن شاء الله إن حلمكم هيتحقق بوجود قامات المهنة والمخلصين والمؤسسين الشغل. كل الشكر بجد أستاذ محمود الدجوي، رئيس شعبة الكوافيرات بالغرفة التجارية بالقاهرة ومؤسس نقابة مصففي الشعر ومراكز التجميل والتزيين. أستاذ سيادة المستشار أستاذ جرجس عوض، المستشار القانوني المعروف، أستاذ صفاء سليمان خبيرة التجميل، اتفضل حضرتك وجه المناشدة. أنا بناشد الجهات المعنية والمختصة في الشأن اللي احنا بنتكلم فيه ان هم يبصوا لقطاع زي ده. 3 مليون قطاع مش موجود في اي نقابه في مصر. صح. قطاع مش قليل يعني في نقابات قويه جدا ما بتوصلش 800,000. فانا لما يكون عندي قطاع 3 مليون ده اولى بالرعايه. الفئه اللي ما نقدرش نستغنى عنها هذه الفئه من الشباب، فرص عمل، كل يعني كل اي حد بيشتغل في هذه المهنه من الشباب فهو فرصه عمل سواء بالداخل او بالخارج. التنظيم يتفق مع يعني اتجاه الدولة في انه كل مكان يبقى منظم، معروف مين اللي بيشتغل فيه، له ما له عليه ما عليه اتجاه الدولة، له ما له عليه ما عليه اتجاه النقابة. نتمنى انه ان شاء الله حلمنا يصبح حقيقة، وسنستمر في سلسلة لقاءات عن هذه القضية الهامة. بشكركم كل أعزائي، وانتظروني في حلقة جديدة مع برنامج أوقات مع شيماء عماد.